بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ايش عندهم. 92 سطر محادثة. زين، كويس انه يصير فيه محادثة ويصير فيه نشاط واستنباط واستعباط، فزين. لكن ان شاء الله ما حد يتحلطم مثلا ويقول انا اوكي وحش. اوكي، بيرون معروف ذا. شكله معروف الاسم، الله اعلم. طيب، سعد محمود مو جيمينج، يعني ما ادري محمود يعني كان كلهم من مصر اللي انطردوه اليوم. طبعا واحد اسمه حجازي، يعني اسمه مصري، يعني حجازي بالعادة بيكون من مصر او من سوريا او من مصر. هذا فارس مثلا، محمد مثلا، كيسي زراكي، الفوز بكل لعبة، الفاكي ريتيرنز. هذا الفاكي ريتيرنز مثلا، ما أعرف، من نشوف من 6000 ننطلق بسم الله ونشوف. أنثوني، اوكي، مكتوب ليفل 11، لكن الله العالم شكله برج نار، يعني لدم في راميات. شو اسمه ذي الأميرة؟ انا لله، نشبت 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 نشبت، يا الله نشبت هالزق ذي، نشبت للساحر الكهرب، الله يعين. يعني ممكن اثنين، اوكي ما اعرف. حطاب مثلا، حطاب منطاد، ان شاء الله ما يكون مع منين. اوكي حلو، لدام لعب كرة النار. الله على الفالكري يا شيخ، ايش هذا؟ معه ميني بيكا، معه فالكري وسحر كهربائي ولا صعوبة، يعني سحر الكهربائي والفالكري والميني بيكا وكرة النار. الله يعين، انا الى الان ما لعبت البيكا. ممكن نفاجئه، الله اعلم. ايش ذا؟ شوف فالكري ميني بيكا، شايفين كيف؟ ساحر كهرب وانت هجومك وبرج نار، وانت هجومك منطاد برج نار. قبل شوي انا لعبت بحسابي الثاني طلع الخصم ايضا برج نار، والان برج نار. ايش ذا؟
حفلة حفلة حفلة. والسلام عليكم ورحمة الله. ستلاف 28 طبعا أعلى رقم وصلته 6077، لكن طبعا بما أنه يعني أقدر أشوف المباراة بحسابي الثاني، نوريكم مباراتي بحسابي الثاني أيضا. قبل شوي برج نار، يعني من زمان ما لعبنا برج نار، الآن مباراتين ورا بعض برج نار من الحسابين، شيء مستفز. والحقيقة يعني على الأقل يعني أنه الخصوم ليفلاتهم أقل، هذا الآن ليفل 10 وأنا 11 يعني الهوك ليفل 11 عنده أو 12، يعني هناك الخصم أيضا ليفل حساب وليفل 11 وبطايق وليفل 11 تقريبا كلها، يعني بس يظل برج نار يظل شيء مقرف. شوف شوف شوف، حتى ساحر كهرب ما قدر، ما أدري ليش صار ساحر كهرب ما قدر. قبل كنت أسوي الحركة هذه وساحر كهرب يطول، الآن ما أعرف الحمد لله. شوف 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 شوف، ما كان معه هياكل، حتى لو كان معه هياكل موجود الأسهم يعني الحمد لله. فسواء هي أتوقع يعني ما كانت معه هياكل يعني بالأخير ثلاثة أكسير الهياكل أخف. يعني هذه المباراة الصرف أكسير على البرج النار يعني، وهو اللي موجود. وشوف كيف ضبطوا اللعبة، يعني خلوا البرج النار بالبداية لما يكون البيكا موجود كانوا يقولون يلا هذا برج النار عطيناك إياه، يعني ما يعني ما صعبوا له الموضوع. فالحمد لله أنه موجود الأسهم أيضا معاي يعني، فاللهم لك الحمد. انتصارين على برج نار. هذا هو اللي نتكلم عنه، طبعا أنا قاعد أتكلم عنه هذا. طبعا قاعد اقول جلاوز هذا ما يلعب حرب يعني، بس بالاخير قلت يمكن وطفشان. الان ما تبرع لي، حقد علي. ف انا ما ادري ليش اقول ف، ما ادري ف ف، يمكن عشان اسمي فراس، يمكن عشان اسمي فراس ما ادري. ف ايش نسوي الحين؟ ف ايش نطور؟ ف شكلنا بنقفل زين. السلام عليكم ورحمه الله.